نبلش معاكم كل حلقه بوكاله السياره، ننقي لون، ننقي داخليه، نشوف شنو شخصيه الفنان وصولا الى رحله مع هذا الفنان. فوق هذا وذاك ندمج ما بين الروح اللي هو يحبها والروح اللي احنا نشوفها تناسبه عشان نطلع بشيء جديد لهذا الفنان. اليوم الكومبينيشن عندنا وايد صعب وايد قوي بنفس الوقت. اكاديمي لكن بنفس الوقت فني، مسرحي لكن تميز بالتراجيدي والدرامي. فوق هذا وذاك على كثر ما هو يمثل ادوار شريه عنده حس انساني ووطني رائع وراقي جدا. تبي تعرفون فناننا؟ خلكم معانا ونفكر له بسياره حلوه حق هذه الحلقه. نقول بسم الله ونبلش معاكم الحلقة الجميلة هذه اللي أنا راح أستمتع فيها كامل الاستمتاع، لأنه صديق وأخ وفنان ومخرج، وبالنسبة لي أنا إعلامي شامل وأخ أعتز بمعرفته وراعي فزعات. عبد المحسن القفاص حياك الله معانا. حبيبي أبو هاشم بعد قلبي نورنا. تشرف حبيبي بعد عمري. يا حبيب قلبي، نبي ناخذ راحتنا اليوم باللقاء ونبي نطلع سواء بالسيارة ولا بالأماكن الحلوة اللي راح نزورها. كنا قاعدين بالديوانية. وأنا وياك. يا الله. أول الله. حبيبي. اليوم نبي نقي لك احنا احد السيائر على ذوقنا، نبي نعطيك الهارت مال السيائر السبورت، لكن بنفس الوقت ابي اعطيك الكولابوريشن الجميل ما بين السياره الرياضيه وبنفس الوقت السياره الفارهه عشان نرضي الطرفين. تمام. حلو. وراح ندش في ازقه ودهاليز وراح نسولف عن المسرح وعن الدراما وعن الفن وايضا عن حب السيائر. تفضل. باذن الله. حبيبي. نبلش ونقول اول سؤال يمكن تقليدي تنسال فيه بكل اللقاءات، عبد المحسن القفاص خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه بالكويت، اخذ له فتره لين اخذ خلونا نقول النقله الدراميه عشان يبلش دراما من بعد ما كان هو مكسر بالمسرح الاكاديمي وبالمهرجانات وغيرها، ليش عبد المحسن؟ دائما كنت اخاف من الخطوه الاولى تكون خطوه رديئه. كنت الله يبعد عنك الردي. الله يطول عمرك. الله يبعد عنك الردي. حبيبي. فكنت ابي احط ريلي على ارض ثابته. حلو. يوم جتني الفرصه اني احط ريلي على ارض ثابته دشيت فيها على طول. وكان عمل تاريخي جبار رائع. الحمد لله يا رب. اثبت وجودك فيه، لا مكانه من قلبك هذا العمل. طبعا يعني كافي العمل اللي كان من اخراج محمد دحام الشمري وكانت وياي كوكبه من النجوم. صحيح. المؤلف كان هيثم بدي. يعني اديب طبعا وعمل تراثي. تعرف شنو عمل تراثي بالنسبه لي انا؟ انت قاعد تأرخ. لا انا بالنسبه لي عمل تراثي يا اخي، احب كل شيء قديم. قاعد اقول لك انا الشيء القديم ما اعشقه. انت تحب الاشياء القديمه وتحب الاشياء الموثقه، وهذه مثل ما يقولون يعني بلاسه مذيعين شوي. حبيب الارض والدور الجميل حبيبي. يعني كل نجم كان له حصه معينه، لكن دورك كان له وقع كونك انت اعطيت البوش حق الشاعر الشهيد رحمه الله عليه فاروق عبد الجليل من خلال الدور الجدي، لكن اللي كان فيه لمحه انسانيه. نعم. شلون اخترت لهذا الدور؟ والله يعني تليفون يعني من مخرج العمل و عيسى رمضان خسروف. رمضان خسروف وايضا الكاستنج اللي كان موجود اخوي فيصل عميري ورازي الشطي، فقالوا لي والله احنا محتاجينك في دور بسيط لكنه مؤثر بالعمل. قلت لهم ما يمنع. فرحت لهم وشفت هذا، قلت لهم اوكي بالعكس تشرف. عبد المحسن القفاص طالع من المكتب، عبد المحسن القفاص مدخل حبيب الارض المكتب، عبد المحسن القفاص قاعد ورا المكتب، عبد المحسن القفاص يطلع دفتر الشيكات، عبد المحسن القفاص يوقع على الشيك، عبد المحسن القفاص يثبت على ايد الشاعر الشهيد فايق عبد الجليل. في اروع من كذي؟ حبيبي ترى انا مو مراجع شيء قبل لا ما شاء الله ما شاء الله. لكن دور لكن, لكن دور مثل هذا اكيد له وقع جميل جدا على مسامع واعين المتلقين قبل لا يكون دور سينمائي او دور بسيط. هو كافي تكريم شخصيه مثل فايق عبد الجليل الشهيد، فايق عبد الجليل الشاعر اللي خدم الكويت بروحه وبشعره وبادبه، كافي تكريمه ولو بشيء بسيط نقدمه له. يعني هذا اقل وايد من حقه.
حاط لك انا سؤال وطني باذن الله، بس ما ادري متى راح اقول لك اياه، وانا ادري لكن راح افاجئك فيه ان شاء الله من خلال السيجمنتات المختلفه اللي راح تكون بحلقتنا. نقول بسم الله وننطلق في اولى رحلاتنا مع رحله فنان توكل على الله. اول الله، وراح يكون معانا عبد المحسن القفاص، خليكم معانا. من بعد ما نقينا السيارة وطلعنا من الوكالة حطينا لك الفنان اللي انت تحبه. لا. اكثر فنان تحبه، ايش سالفة عبد المحسن القفاص مع عبد الله الرويشد؟ ما في سالفة يا اخي، انسان حساس، فنان جميل. زين. اختياره بالكلمات راقي، صوت روعة، الحان جميلة. ايش اقول على الرويشد يعني؟ ايش سالفة؟ علم من علام الكويت. تعالوا ما ابو قال اليوم، الاغنية هذه. أي. ما ادري يا اخي، لها ذكريات جميله بحياتي، ما كل ما اسمعها احس ان ارجع قري شوي. حلو. ما ادري. حلو. هذا بالنسبه حق الفنان المفضل عبد المحسن القفاص، فناننا بحلقتنا اليوم برحلتنا الجميله اللي توها بلشت مع عبد المحسن القفاص. من واقع معرفه شخصيه ومن واقع بحث وحفر. نعم. عشان نوصل لهذه الامور، حفر تنقيب طبعا، مو حفر شيء ثاني بالطريقه السلبيه. انت وايد من محبين السيارات الرياضيه والسيارات الفارهه. ابيك تسولف عن حبك للسيارات. حب السيارات انولد فيني من يوم ما كنت انا صغير. حلو. يعني بلشت سالفه ميكانيكيا، تشتغل بيدك. اشتغل بيدي، واللي يعني خليتها من الوالد. حلو. زين. فبدا حب السيارات فيني، احب السيارات، احب اكتشف شنو بالسيارات، احب اعرف عن السيارات بشكل عام. لين صارت بعدين، لا قمت اتعمق فيها، صارت هوايه، احب امتلك سياره فلانيه، سياره فلانيه، سياره فلانيه. وعلى فكره انا من هواة السيارات الكلاسيكيه. ايه هذا السؤال بغيت اسالك اياه، سالفه عن محسن القفاص مع السيارات الكلاسيكيه. ما ادري ايش فيني انا على القديم، كل شيء قديم احبه. الحين بنزلك مكان يعني لي، فابي اسالك الاسئله اللي تعنيني. تمام. في هذا المكان. توكل على الله. بعد راسي اول حبيبي. الله. من بعد اللفه الحلوه اللي خذيناها، ايش رايك بالمكان هذا؟ وايد حلو ما شاء الله. وايد حلو. وبما انك انت قلت وايد حلو، وانت فنان مخرج عندك شهاده التمثيل والاخراج من المعهد العالي للفنون المسرحيه، ليش ما يتم تصوير اعمالنا حاليا اخر 3-4 سنين بالكويت بهالاماكن الحلوه؟ ليش الناس قاعد تلجا والمنتجين يلجؤون الى انهم يصورون الاعمال خارج دوله الكويت؟ والله شوف، هي التصاريح الحكوميه صارت صعبه بالفتره الاخيره. فاحنا محتاجين تصاريح عشان تصوير المجمعات، او بغينا نصور المجمع، فصار في صعوبه. محتاجين تعاون اكثر. تعاون اكثر، نبي تعاون اكثر، عشان ترى الدراما الكويتيه بدات تنسحب شوي شوي منه. من الكويت قامت تروح. من الكويت قامت تطلع. الاقطاب اخرى بالخليج. ايه بالضبط. فاحنا محتاجين نرد نستقطب الدراما ونرجعها مثل ما كانت واقوى ان شاء الله. ونصور هنا باذن الله اكيد. انزين، بما ان انت تحمل شهاده التمثيل والاخراج، وانت كنت يعني ولا زلت احد المخرجين اللي لهم رؤية ولهم نظرة في أي عمل يخرجونه، سواء كان تلفزيوني، سواء كان خلنا نقول عمل درامي أو غيره، لكن حصلت غلطة. إنزين، لكنها غلطة جميلة أنا أشوفها صراحة. شنو؟ أو خطأ بسيط، والأخطاء واردة. نعم. إنزين، بأي مسلسل، أحد المسلسلات أنا طلعت لحيتي ديرتي، ما كنت أدري، خطأ بالراكور، المشهد اللي بعده أنا شنب، المشهد اللي بعده رديت لحية. عبد المحسن القفاص صار في نفس الشغلة في مسلسل ساهر الليل. ورا مسلسل ساهر الليل حكايه يمكن الناس ما تعرفها، لكن حكايه من النوع الجميل واللطيف لو نسولف فيها، غلط الراكورات اللي صار وياك بمسلسل ساهر الليل، والناس شبت وانتقدت، لكن طريقه حلوه يعني. الدشداشه كانت، الدشداشه والثلاث نقط ما تطفون سجاير براسي. ايه؟ تغير مكانها. شوف احنا كان عندنا الوقت وايد ضيق. صح.
في مسلسل سهرة ليل خاصة كان الوقت وايد ضيق، كنا نصور في رمضان وقاعد نعرض في رمضان، تخيل صح. يعني نصور حلقة بحلقة نخلص وننزل على طول صح. احنا ليه 29 رمضان قاعد نصور المسلسل، الحلقة الأخيرة صورناها انبثت على طول ربع ساعة، تخيل ربع ساعة وصلت بعد ربع ساعة انبثت الحلقة الأخيرة على طول. فلما يصير عندك الوقت ضيق زين لابد يكون في اخطاء، بعدين الاخطاء ترى وارده بكل مكان صح. يعني احنا قاعد نتكلم عن دراما بالكويت، ليش ما نتصيد على هوليوود؟ هوليوود هوليوود عندهم ناس محترفين جدا، هم اصلا ملوك التصوير والراكورات، يصير عندهم اخطاء، فبالتالي انت ما تتحاسبني على غلطه غلطتين زين، قد تكون يعني مو مقصوده، طبعا اكيد مو مقصوده، بس يعني ايش اقول لك، يعني ساعات الواحد يغفل عنها صح. زين هالاشياء هذه عبد المحسن تاثر على السيره الفنيه للفنان؟ يعني مثلا انا كمشاهد يمكن ما ادري بالاخطاء الفنيه هذه، هل هناك مشاهدين يوصلون معاكم الى مرحله ان مثلا التاثر مكانه الفنان عندهم بسبب خطا راكور، بسبب سوء اختيار لنوع من انواع التصوير مثلا في عمل معين او غيره من هالامور؟ الفنان بالتالي ما له شغل هاشم زين، وترى عندنا احنا جمهور واعي، هذا الحلو بالجمهور زين بالضبط، يعني جمهور واعي عارف ان الفنان ما له شغل بالمساله هذه، انت بالتالي عندك ناس تراقب انت ايش تلبس بهالمشهد هذا والمشهد اللي وراه، ولازم تكون منتبه على طول وياك، الفنان ما له ذنب، بعدين لا يمكن يعني خطا راكور ياثر على مشوار فنان او على اداء فنان، فبالتالي لا لا ما ياثر هذا، لا لا ما ياثر. حلو، وزين احنا بنأثر شوي بطريقه ايجابيه على مشاهدينا، بما ان انا ماخذ اخوي عبد المحسن القفاص هذا الصديق العزيز حبيب. انا اسميه الزلم صديق العضله زين يا بعد راسي حبيب. بنقول لكم شويه معلومات عن المكان اللي احنا فيه. طبعا بوليفارد هذا المجمع والحديقه والمكان او المنشاه الجميله اللي بالكويت مساحتها 353 الف متر مربع، كنت قاعد اذي اخونا محمد ابو حمد ودكتور اسعد اقول يعني كم هكتار زين 353 الف متر مربع، وتعتبر الحديقه مالت بوليفارد الحديقه الاولى من نوعها عبد المحسن اللي تحتوي يعني العاب واماكن للمرح والتسليه للفئتين، فئه ذوي الاحتياجات الخاصه وفئه الناس اللي هم سليمين ما فيهم شيء، فهذه امور طيبه وجميله، ونحتاج ايضا من وسائل الاعلام انها تركز على هذه الاماكن اللي ينبع منها طاقه ايجابيه لصالح المجتمع والشعب الكويتي. وانت من الناس اللي ما يرضون على ربعهم، من الناس الفزاعة، من الناس يعني انا ما قاعد امدحها لاني اعرف، لا لا انا عاشرتها على مدى سنين للأمانة زين، والخصال الطيبة هذه كلها فيك، بس اكثر انسان ما شاء الله عليك تواجه الامور اللي تغضبك بابتسامة بحلم بصبر، وليه من توصل للتمبر مالك؟ من وين جبت الصبر الجميل هذا ما شاء الله؟ ما ادري ولد فيني من تربية الاهل بصراحة، الوالد والوالدة الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم، علموني الصبر، علموني اصبر على وايد شغلات، فبالتالي التربيه اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي حق الجيل اللي جاي الله اللي قاعد نفقدها بصراحه زين، يعني ما ادري ايش اقول، بس الوقت اللي احنا فيه وايد صعب، وايد صعب وخطر، خطر جدا بانتشار افات في المجتمع هذا صح. زين واحنا محتاجين فعلا مراقبه الاهل، اللي بدت المراقبه تنسلت من ايدهم بصراحه. هذا هو. احنا قبل لا نسألك اخر سؤال في فقرتنا هذه، انا بس ابي اقول حق عمي وخالتي تسلم اياديكم وتسلم ايادي من رباك يا عبد المحسن، من طيبك حبيبي يا بعد راسي، انا شهادتي مجروحه فيه انزين، لكن لو تسالون الوسط الفني والاعلامي كله راح يقول لكم نفس الكلام عن اخوي عبد المحسن القفاص. خلنا نطلع بنوديك ايضا مكان ثاني مفاجاه يا عبد المحسن، واليوم بدنا نستانس معك بالحلقه هذه ان شاء الله يا رب. الشهرة عبد المحسن وما أدراك ما الشهرة، الفنان عشان يسوق حق نفسه، بعض الفنانين يقول لك لازم أشوف صوري على الباصات، بعض الفنانين لا يقول لك لازم أكون متفاعل في السوشيال ميديا، وبعض الفنانين يقول لك لازم أكون متفاعل في المجلات في الصحف في السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا في الابليكيشنات المختلفة، شلون التعامل مع الموضوع هذا؟ مو فعال بانستغرامه زين انا اقول لك شلون اتفاعل مع الموضوع هذا، تفاعل
بالموضوع مثل ما تفاعل عبد الحسين عبد الرضا الله، مثل ما تفاعلت حياة الفهد وسعد عبد الله، ما تهمني هالشغلات هذه. الشهرة التي من تصنع ما بيها. إنزين، دام إحنا تكلمنا عن الشهرة، فيما وراء الشهرة، قعداتك، جلساتك، طلعاتك، روحاتك، ياياتك، مقالبك ودقاتك اللي تسويهم بالشباب، سالف لي عن مقالبك ودقاتك. لا أنا إنسان أليف ترى، ما أسوي مقالب دقات. بس سويت مغلب، سويت مغلب. ما مقالبي يعني. هالشيء ما داش فينا أنت الله يهداك. داشين طوفة ها؟ إي مقالبي صعبة يا أخي. مقالبي تودر. عطني مقلب مع ربعي من المقالب اللي ما تنسي. خليني أقول لك مرة مخيم آخر الموسم بنمشي. حلو. فالربع نايمين بالخيمة مو راضي يقومون، متفقين إحنا نقوم الصبح نتريق ونمشي. حلو. 10 11 مو راضي يقومون. عيال الحلال قوموا. عيال الحلال قوموا مو راضي يقومون. المهم طلعت بالسيارة. ربطت الخيمة بحبل، خذيت بطلت الأوتاد وربطت الخيمة بالقلص، وكانت كل الخيمة كلها مو داخل كشف الخيمة بس صار. خلاص ما حطهم قدامنا بالواقع. خليتهم كشف البر. خلاهم كشف البر. يمكن هذه أحد الأشياء اللي الناس ما تعرفها عند هاليس حياة أخونا عبد المحسن القفاص، إنه راعي نكتة وراعي ضحكة وحب الأمور الإيجابية اللي تصير في الحياة بغض النظر على المقالب وغيره. التزام الفنان في عمله يحتم عليه كثير من الأمور. قلب الواحد يعور ساعات لي صار ظرف فرح حزن أو غيره. نعم. ما قدر يوجب أو ما قدر يسوي أو ما عطى المقدار المفروض يعطيه للشخص اللي هو يحبه أو يغليه، والسبب ظروف عمله. صح. وقلما نحصل ربع وناس ولا يعني ناس نعاشرهم يقدرون ظروف العمل إلا من رحم ربي. نعم. الناس اللي مثلا تعمل ويانا أو غيره. فشلون تتعامل مع المواضيع هذه؟ والله راعي دواوين وانت راعي واجب. أيه. وتحب الناس. بس خليني اقول لك شيء، دائما الناس تقدرني بصراحه يعني. الحمد لله. في الظروف هذه اللي انا اعيشها تقدرني يعني، تقدر ان انا مثلا ما اقدر احضر عرس او عزاء او المواجيب عموما، لان وقتنا مو بيدنا. صح. ساعات تصير شغلات قصبا عليك، انت تكون بتصوير ما تقدر تدي لوكيشن. صح. يعني اذا انت راح توقف وراك كاست كامل، اذا بتهد لوكيشن مثلا ساعه توقف وياك 30 35 شخص ينطرونك، هم عيب. هم صح. هم عيب. هم التقدير حلو. ايه. اذا كان صار من الطرفين. بما ان انت قلت تقدير، انا بحط ايدي شوي على الجرح وبضغط. اضغط. لمتى عيالنا شبابنا، ويعني هذه كلمه او حكايه شاغبني قلبي عليها وتحز بالخاطر، لما يصير في كاست مشارك من الخليج او من العالم العربي او غيره وياكم في احد الاعمال، انا اشوف مثلا عبد المحسن القفاص يعامل كنجم بالكويت بالخليج بالعالم العربي بالمهرجانات وغيره، لكن ساعات ننسى ونغفل عن المثل الكويتي العتيج اللي يقول انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على الغريب، من الناحيه الايجابيه ان انا لازم اطلع عيال ديرتي وادلع عيال ديرتي واريح عيال ديرتي عشان بعدها اريح الناس اللي حواليني. نعم. نشوف مثلا انت داش قاعد تصور مسلسل، عندك بلوك كامل قاعد تصور حلاوة، تصور 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 تصور، لكن هيك فنان مثلا المنتج خايف على التكلفة لا تزيد عليه يوم أو يومين، يوم أو يومين. إنزين، يقوم يخلي عبد المحسن يطق درب مثلا لأحد اللوكيشنات عبدلي، إنزين، نويصيب أو غيره، عشان يصور مشهد أو مشهدين عشان خاطر عين الفنان الزاير. وانت دورك يكون أهم من الفنان الزاير، وانت حضورك خلنا نقول ظهورك بالمسلسل يكون أكثر من الفنان الزاير. الى متى وهذه المعامله؟ شوف انا ساعات هالغصه ساعات ممكن احنا نتنازل ونتنازل في كثير من الاحيان حبيا. زين، حبيا زين، لان بالتالي هذا الفنان راح يكون ضيف عندك. زين، وبما انه ضيف انت لازم توجبه وتقدره. صح. لكن ساعات الموضوع يمصر شوي، يزيد عن حده، يزيد وايد عن حده، فبالتالي لازم تكون في وقفه. تكلم ويا المنتج، مدير الانتاج، تكلم وياه بكل صراحه، ايش حق تخش؟ مدير الانتاج سلاح ذو حدين ايضا. نعم. هناك اللي يقول لك اذا حبك مدير الانتاج مشت امورك بالوسط الفني، واذا حط عليك مدير الانتاج والله مو لو تكون نجم النجوم استحاله تطق مسلسلات بالساهل. هل هذه السالفه صحيحه؟ والله شوف، في وايد مدير انتاج منظف من داخل، لكن الحمد لله اغلب اللي تعاملت وياهم يعني 90% من اللي تعاملت وياهم لا كانوا وياي
جدا سلسين و يعني خد حقي 90% في 10% لا مو شيء حلو في 10% ما 10% ما ينذكرون ما ينذكرون اي ما نبي نشتغل وياهم ما ينذكرون ما يحتاج تذكرهم عرفت صح لان اصلا ما لهم داعي بالحياه حلو عرفت حلو والنظاف دائما يحبونهم الناس النظيفه ودائما عملهم هو اللي يتكلم عنهم خلينا نروح ناخذ لنا تور بالسياره مع رازي وايد ناس من اللي يحبون عبد المحسن القفاص خاصة في الصحافة والصحافة النقدية والناس اللي تنتقد يقولون عبد المحسن القفاص يعني ما شاء الله عليه كثير الأعمال الدرامية كثير الأدوار التراجيدية كثير الأدوار الشرية فهل راح نشوفه أحمد جوهر القادم؟ والنعم فيه الفنان أحمد جوهر افتخر أنا مهم أن كل واحد له خط بروحه إيه ولا هنا أي أحد طبعا بس لا في 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 اختلاف حتى بدأ الشخصيات بينه وبين الفنان احمد جوهر الفنان احمد جوهر فنان غدير لوزنه لاحترامه قدم كاركترات جميله جدا فنان له ثقله بالساحه الفنيه بالكويت لكن انا اختلف يمكن شويه اجواء تختلف عن الفنان احمد جوهر صحيح الاجواء تختلف خلينا نقول من واقع كل واحد ابن جيل معين كل واحد له مدرسه معينه فنيه يتبعها كل واحد يحب يسوي شيء معين ولا يهون اي احد لكن انا ما ادري ليش كان حاصل التشبيه هذا وانت فنته نعم. انزين اللي يقول انك انت مكثر في اعمالك الدراميه والادوار التراجيديه والادوار الشريه وين عبد المحسن القفاص عن الادوار الكوميديه موجود انا بالعكس موجود حاضر بالادوار الكوميديه نزلت فيلمين صح فيلم كان رفيجي وفيلم عتيج كانوا ادواري فيها كوميديه و تو خالص مسلسل ارجع للكويت اسمه دكتور في الحب دكتور في الحب طبعا احنا موجودين معاك هني بارابيلا كوفي شوب كومباني كل الشكر حق الاستاذ حمد العسعوسي والاخت هيا البسام الاونرز مالوت الكوفي شوب الجميل هذا اللي يدعم المواهب والحرف الكويتيه الفن الكويتي البايك رايدرز بالكويت ويعني ما شاء الله طوع لنا كل السبل عشان نصور اليوم عندهم بالكوفي شوب الجميل الله يوفقهم ان شاء الله اللهم امين شلونك مع السفر السفر جميل تحب السفر تحب اوروبا وايد احب اسافر ايش سالفتك مع اوروبا يا اخي الاجواء هناك تختلف بعدين انا كان في شغله الناس وايد ما يدرونها عني انا مصور فوتوغرافي صح ف الاجواء باوروبا عموما تحب الالوان قط كاميرتك باي مكان تصور بروحها تطلع جميله تطلع لك صوره حلوه اي هذا بما ان احنا قاعد نتكلم عن جمال الصوره دائما اي فنان هناك اعمال يقدمها يشوف كصوره مبدئيه للعمل هذا العمل يكون حلو وجميل لكن بعدين يندم انه اشتغل هذا العمل لعده اسباب في عمل اشتغلته عبد المحسن او دور مثلته وقلت والله يا ليتني ما سويته شوف دور مثلته ما في دور مثلته ندمت عليه لان الدور دائما انا اختاره بعنايه حلو زين لكن في بعض الاحيان ياخذلك مثلا انتاج المسلسل او ممكن يصير في عراقيل بمسلسل تخليك تتحسف اني اشتغلت هذا العمل في عمل اشتغلته السنه اللي طافت بصراحه تحسفت اني اشتغلت هذا العمل كان متعب جدا مو متعب جدا كان فقير انتاجيا يعني ما المفروض المنتج قط عليه اكثر من كذي وقف اكثر من مره اللوكيشن تعطلنا بسبه امور ماليه منتج كان اول مره ينتج فالحين معارف يحبك معارف يخيط القصه بالضبط ويضبها إيه حلو كانت صعبه علي شويه كاركتر وايد تحبه والى الان لا زلت فخور فيه انت مثلته ويعني تقول بينك وبين نفسك هذا الكاركتر عبد المحسن القفاص
وايد والله. بس اذا اذكر لك كاركترات انا فخور فيها. مسرح. الله مسرح. اي انت كذي ترجعني الكاركترات، ترجعني حق المسرح. انا توني جاي بسالك بعد هالسؤال، هذا مسرح ولا دراما؟ لا لا مسرح، مسرح طبعا مسرح. شوف انا قدمت الحين بالفتره اللي طافت هذه، صورت مسلسل اسمه ذكريات لا تموت، قدمت فيه كاركتر جدا جميل. حلو. راح ينعرض ان شاء الله بشهر 3. لكن اذا جيت حق المسرح، كاركتر جدا اعشقه وحبيته، كانت مسرحيه من اخراج اخوي علي الحسيني اسمها في بقايا الثلاث، كنت فيها دور اخرس. اوه اي كانت ان ما خاب ظني في مهرجان الخرافي او المهرجان المحلي. بالضبط الخرافي كان. صحيح. فالدور هذا جدا حبيته، لان انت شلون ممكن توصل مشاعرك من غير لا تتكلم ولا كلمه؟ شلون ممكن توصل الرساله من غير لا تقول اي شيء؟ وصلتها ان شاء الله كون وصلت. الحمد لله الحمد لله. ذكرت المهرجان. الحمد لله بالعكس، هذه شهاده اعتز فيها. يا بعد راسي اخي عبد المحسن القفاص يقيم نفسه من خلال اعماله اللي يقدمها، ما تقيم نفسك؟ لا صعبة. مخليها على الله؟ صعبة. اي صعبة اغيم نفسي، لان انا مهما شفت نفسي راح اشوف نفسي ان ما قدمت مثل ما انا ابي، راح احس ان قدمت اقل من المطلوب اني اقدمه. حلو. وهذه ايجابية ترى، عشان كل ماله وتطمح وتعلى. اكيد طبعا. في اللي قاعد تقدمه. اكيد طبعا. ف اصارحك انا حتى اغلب اعمالي ما اشوفها. اخلصك ما عندي ريسيفر بالبيت. هذا شيء حصري. انا كنت جاي بقول له عطنا شيء حصري، اعطاني شيء حصري. عيل شلون تنقي ما بين خلينا نقول او تطلع، كل انسان فينا عنده نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه، نقاط ضعف نقاط قوه، شلون تطلع نقاط الضعف والقوه اللي عند عبد المحسن القفاص في اي عمل درامي هو يقوم بتصويره على سبيل المثال؟ شوف الجمهور الكويتي عندنا ذويق، جمهور ذويق ونوعي ونوعي. فشنو راح يصير ردة فعل الجمهور بالنسبة للكاركتر الفلاني؟ هذه راح توصل إن كانت سواء بالإيجابية أو بالسلبية، راح أعرف إذا مقصر ولا أعطيت الدور حقه. كثير من الأدوار اللي مثلتها الناس كرهوني كرهوني كرهوني. لا صدق معناته إنك وصلت الدور. إي يعني أنا ساعات أطلع بالشارع الأهالي يخافوني يمرون يسلمون علي، أو لما يشوفوني ينخشون والله ورا امهم ورا ابوهم على بالهم انا بالصدق كذي يعني بالصدق كذي اي اكل يهال زين. فبالتالي انا وصلت هذا الكاركتر، انا ادري اني وصلت هذا الكاركتر من رده، خاصه في الاطفال. حلو. طفل ما يعرف يجامل، عرفت؟ وهم اصدق ناس. وهم اصدق ناس. فادري من رده فعل الاطفال ان انا قدرت اوصل هذا الكاركتر. بعطيك كم اسم انزين، والاسامي اللي ابي اقول لك اياها عبد المحسن قبل اختم اللقاء لازم تعطيني رد مبسط ما يتعدى الجمله على كل شيء راح اقول لك اياه. توكل على الله. الوالدين. الجنه. الكويت. الله. ايش اقول؟ ما في شيء. كثر ما اقول راح اقول لك كذاب، قصرت بحقها. الابناء. العزوه. الله عليك. الفن. الهم اللي محتاجينه وقاعد نطرح فيه غطيان. حلو. الحين انا بقول لك جمله ابيك ترد علي بكلمه، عبد المحسن القفاص ما اخذها بالساهل وانا ادري. شنو ردك؟ الحمد لله. الحمد لله على كل حال. عبد المحسن القفاص ما جاملانه، اليوم حلقه من اروع الحلقات اللي انا اشفيت غليلي حتى، ترى حتى المذيع عنده سوالفه وعنده الاسئله اللي ابي يسالها عشان يوصل الرساله مالته، لكن يشهد الله حبيب. يعني اليوم من اروع الحلقات الشفافه حبيب. انا ابي اسميها اللي انا قدمتها في التلفزيون في هذا الموسم، فكل الشكر لك ما قصرت، وايضا كل الشكر من يعني من اخر مكان احنا فيه بارابيلا بالبدع في ذا كوفي شوب كومباني حق خواتنا او اختنا هيا البسام واخونا حمد العسعوسي الاونرز لهذا المكان الجميل. تابعونا سيم بليس سيم تايم الاسبوع الجاي في امان الله. شكر لكم جميعا استاف العمل. شكرا. مع السلامه.